السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة تشوفني، لو أول مرة تشوف أي فيديو للقناة، يا ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اشتراك بالعربي وسبسكرايب بالإنجلش لو أنت مدارس أجنبي يعني. متابعي الكرام، يا ريت تفعل زر الجرس طبعا وتعمل لايك متل الفيديو كده، عشان عندنا ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم السبت 31/10/2020 في الجولة الثامنة اللي بدأت الجمعة 30/10/2020 بفوز قادش على إيبار 2-0. اليوم السبت 31/10 ريال مدريد يفوز 4-1 على هويسكا. احرز اهداف ريال مدريد ايدن هازارد اللي رجع بالسلامه في الدقيقه 40، كريم بنزيما في الدقيقه 45، فيدريكو فالفيردي في الدقيقه 54، ويحرز الهدف الاول هويسكا في الدقيقه 74 ايضا، ده في الدقيقه 54، ده في الدقيقه 74 دافيد فيريرو، والهدف الرابع لريال مدريد كريم بنزيما احرزه في الدقيقه 90. اتلتيك بلباو يفوز على اشبيليه 2-1، احرز هدف اتلتيك بلباو يوسف النصيري يحرز هدف اشبيليه في المركز في الدقيقه 9 من الشوط الاول، والهدفين بالنسبه لاتلتيك بلباو مونياين في الدقيقه 76 وسانسيت في الدقيقه 86. اتلتيكو مدريد فاز على اوساسونا 3-1، احرز الاهداف جواو فيليكس في ضربه جزاء في الدقيقه 43، وجواو فيليكس في الدقيقه 69، وتوريرا في الدقيقه 88. اما هدف اوساسونا احرزه انتي بوديمير في الدقيقه 80. اما بقى برشلونه اللي خيبتها، يعني ام فيري سوري طبعا لجماهير برشلونه، ولكن يعني التعادل امام ديبورتيفو الافيس اللي هو تقريبا كان في الاخر في الدوري في السنه اللي فاتت او في مركز 17 مثلا او ال 16، يعني فيها حاجه مشكله شويه. برشلونه احرز الهدف ليها انطوان جريزمان في الدقيقه 63، وهدف ديبورتيفو الافيس ريوجا في الدقيقه 31. بكره باذن الله عندنا باقي المباريات اللي هي يعتبر اهم حاجه فيها فالنسيا، مفيش حاجه تانية يعتبر. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. الريال الملكي في المركز الاول، ريال مدريد في الصداره في المركز الاول بعد لعب 7 مباريات برصيد 16 نقطه. في المركز الثاني ريال سوسيداد ب 14 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الثالث ب 14 نقطه، قادش في المركز الرابع ب 14 نقطه، غرناطه في المركز الخامس ب 13 نقطه، فياريال في المركز السادس ب 12 نقطه، ختافي في المركز السابع ب 10 نقاط، اليتشي في المركز السابع ب 10 نقاط، اوساسونا في المركز الثامن ب 10 نقاط، اتلتيك بلباو في المركز التاسع ب 9 نقاط، ريال بيتيس في المركز العاشر ب 9 نقاط، برشلونه في المركز الحادي عشر ب 8 نقاط، ديبورتيفو الافيس في المركز الثاني عشر ب 8 نقاط، ايبار في المركز الثالث عشر ب 8 نقاط، اشبيليه في المركز الرابع عشر ب 7 نقاط، فالنسيا في المركز الخامس عشر ب 7 نقاط، سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ب 6 نقاط، هويسكا في المركز السابع عشر ب 5 نقاط، واليفانتي في المركز الثامن عشر ب 4 نقاط، وبلاد الوليد في المركز 16 عشر والاخير ب 3 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. في صدارة الهدافين انسو فاتي لاعب برشلونه في المركز الاول باربع اهداف، يتساوى معه بورتو لاعب ريال سوسيداد، وباكو الكاسير لاعب فياريال، ولويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد، وميكيل اويرزابال لاعب ريال سوسيداد. وفي المركز الثاني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بثلاث اهداف، يتساوى مع جيراردو مورينيو لاعب فياريال، واياخوس باس لاعب سيلتا فيجو، وموراليس لاعب ليفانتي، وجواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وماكسيميليانو غوميز لاعب فالنسيا، وكيكي لاعب ايبار. في المركز الثالث مانو فاليجو لاعب فالنسيا بهدفين، وروجر مارتي لاعب ليفانتي، ويوسف النصير لاعب إشبيلية، ورافا مير لاعب هويسكا، واوناي لوبيز لاعب اتلتيك بلباو، وويليام كارفاليو لاعب ريال بيتيس، ويانخيل هيريرا لاعب غرناطه. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب صناع الاهداف. في المركز الاول في صناعه الاهداف اللاعب الفارو نغريدو لاعب قادش صنع ثلاث اهداف، يتساوى معه كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ولي كانغ ان لاعب فالنسيا، ورودريغو لاعب ريال مدريد. وفي المركز الثاني انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد صنع هدفين، ودافيد سيلفا لاعب ريال سوسيداد، وجوردي البا لاعب برشلونه، وخيسوس نافاز لاعب اشبيليه، وميكل اويرزابال لاعب ريال سوسيداد، ونبيل فقير لاعب ريال بيتيس، وفيليب كوتينيو لاعب برشلونه، وديفرسون لاعب ديبورتيفو الافيس، ودينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو، وانيكاي ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، وكاميلو هرنانديز لاعب ختافي، وخواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس، وميكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر وخلاصه. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو طبعا شيء مفروغ منه، وفعل زر الجرس، ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى وترتيب جديد للدوري الاسباني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.